بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبعد. هذه هي الحلقة 29 الخاصة بشرح مادة مبادئ المحاسبة المقررة على طلبة وطالبات الانتساب المطور في المستوى الثالث لقسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. وعنوان هذه الحلقة اليوميات المساعدة. اليوميات المساعدة، ما هي اليوميات المساعدة؟ أي إمساك مجموعة من اليوميات المساعدة تسجل فيها العمليات المتكررة وذات الطبيعة المتشابهة بشكل يناسب طبيعة نشاط المنشأة. وبالإضافة إلى اليوميات المساعدة يتم إمساك دفاتر أستاذ مساعدة للعملاء والموردين، أي حسابات شخصية لكل عميل أو مورد. وفي نهاية الفترة يتم إجراء قيد مركزي بإجمالي اليوميات المساعدة في دفتر اليومية العامة. طبعا قيد مركزي في دفتر اليومية العامة، طبعا في يومية عامة يبقى فيه أستاذ عام برضه، بيتم فتح فيه حساب لإجمالي العملاء وإجمالي الموردين. طبعا أنا هذا الكلام يبقى مفيد في حالة تكرار العمليات والتعامل مع العملاء والموردين بشكل كبير، فمش كل مره بقى اجعل حساب العميل احمد مدين وحساب المبيعات دين، حساب العميل محمود مدين وحساب المبيعات دين، حساب العميل حسنين مدين وحساب المبيعات دين. تكرار، يبقى بعمل ما يسمى بيوميات مساعده. بس هذه اليوميات المساعده دي يوميات تساعد ولا تلغي اليوميه العامه، يعني لتخفيض عمليه التسجيل والتكرار والعمليات الكتابية والحسابية في اليومية العامة والأستاذ العام ما ينفعش. فإذا كبرت حجم العمليات وتعدد العملاء والموردين بشكل كبير، يبقى من الصعب لأنت تحدد بقى رصيد كل عميل على حدة أو كل مورد على حدة في أي لحظة، هتبقى فيها صعوبة بمكان. دي هدف. الهدف الثاني تحقيق الرقابة، تحقيق الرقابة على عمليات المتعلقة بالعملاء والموردين، لأن دايما المشاكل في التعامل مع بيئة خارجية، فلابد من عمل نظام حسابي بحيث ان اللي ماسك الدفتر الأستاذ العام او اليومية العامة يراقب على اللي ماسك دفاتر الأستاذ المساعدة للعملاء والموردين. ما فيش واحد، مش واحد يمسك الاثنين مع بعض، ما ينفعش، يبقى ممكن يحدث اخطاء، يبقى هيسجل هنا وهنا، يبقى لابد ان يكون هناك تعدد في عملية التسجيل بحيث ان الموظف اللي ماسك الاستاذ العام يراقب على الموظف اللي ماسك الاستاذ المساعد للعملاء او الموردين. يعني هدف رقابي كمان، مش هدف ان تسهيل العمليات المتكررة و ذات الطبيعة المتشابهة، لا، هدف رقابي اخر. طيب ازاي بقى بتمشي العملية كده؟ شوف الرسمة اللي قدامنا دي يا جماعة، انا بسجل في اليوميات المساعدة العمليات اللي هي متكررة والمتشابهة. زي ايه بقى؟ يبقى عندي يومية مساعدة ليومية المبيعات، اه دفتر يومية دفاتر يومية المساعدة عندي تقريبا ستة كحد ادنى، يعني يومية المبيعات الاجلة، يومية للمشتريات الاجلة، عبارة عن جدول فيه ثلاث خانات، تاريخ، اسم العميل، المبلغ. لما بيع لاحمد اكتب احمد ب 10,000، وفي نفس الوقت اروح جاي انا مسجل في دفتر الاستاذ المساعد لحساب الشخص بتاع العميل اللي هو حساب احمد، اجعله مدين. هو ده بس القيد، بدل ما اعمل القيد بقى حساب العميل مدين وحساب المبيعات داين، حساب العميل مدين حساب لا، انا بسجل في يوميه المبيعات الاجله وبرحل للاستاذ العميل على طول المساعد. نفس الكلام في يوميه المشتريات الاجله. واحد يقول لي المبيعات النقديه طبعا هتعمل فيها ايه؟ او المشتريات النقديه مش الاجله. هقول لك انا هتعمل فيها ايه؟ ويوميه مردودات المبيعات، ويوميه مردودات المشتريات، ويوميه المقبوضات، ويوميه المدفوعات. يوميه المقبوضات اللي هي الدفتر النقديه بقى بخانتين، يوميه للمقبوضات ويوميه للايه؟ للمدفوعات. يعني لما اجي انا مثلا اثبت تحصيل من احد العملاء كنت بقول النقديه مدين وحساب العميل داين، او مبيعات نقديه
فبجعل الناديه مدين والمبيعات داينه. لا انا هعمل برضو دفتر يوميه مساعد للمقبوضات، بيبقى فيه ثلاث خانات مدينه وثلاث خانات على الاقل داينه، اللي هي مصدر الزياده في الناديه. يبقى خانه للبنك، خانه للصندوق، خانه لخصم مسموح به. لان دي الثلاث خانات اللي هم ممكن يبقوا موجودين في الجانب المدين في القيد اليوميه الخاصه بالمقبوضات النقديه. الجانب الدين يبقى في خانه للمبيعات النقديه، خانه للمتحصن من العملاء، وايرادات متنوعه اخرى بقى بتتكتب بالتفصيل. لو بعت اصل ثابت، لو بعت اجرت مثلا، حصلت ايجار من احد العملاء وهكذا. طيب يبقى انا بسجل في الدفتر اليوميه تاني المساعده نفس الكلام، نفس عكس المبيعات المشتريات. لو مشتريات اجله يبقى هتسجل في يوميه المشتريات الاجله. لو مشتريات نقديه يبقى هتروح يوميه المدفوعات. لان يوميه المدفوعات يبقى ايه؟ عباره، يبقى العكس، يبقى النقديه بصندوق دينه والنقديه بالبنك وخصم مكتسب. الجانب المدين بقى اللي احنا صرفنا فيه الفلوس يا اما مشتريات نقديه يا اما مسدد لموردين او مدفوعات اخرى تتكتب بالتفصيل. دي في يوميه المدفوعات. طبعا ممكن نرجع تاني للكتاب المقرر اللي هو المرجع الاساسي بتاعنا، وممكن نشوفها بالتفصيل. انا بس هاخد بس مثال على يوميه المبيعات الاجله ويوميه مصدرات المبيعات، واللي هيحصل اللي هينطبق عليها هينطبق على اي يوميه تاني. فدفتر اليوميه المساعده ده برحل منه الى الحساب الشخصي لكل عميل ولكل مورد في دفتر الاستاذ الايه؟ في دفتر الاستاذ المساعد زي ما شايفين السهم كده. بعد كده في نهايه الفتره بقى اخد الاجماليات بعض العمليات التي تمت خلال الشهر او السنه او الست اشهر او اليوم على حسب بعمل قيود اليوميه امتى في نهايه الفتره. بسجل بقيود اجماليه مركزيه. اجمالي على طول. بعمل قيد واحد. مثلا المبيعات الاجله دي بقيدها ايه؟ حساب اجمالي عملاء مدين او اجمالي مدينون وحساب المبيعات داين بالاجمالي، قيد واحد، بدل ما اعمل 100 قيد بعمل قيد واحد. ونفس الكلام في المشتريات. يبقى حساب المشتريات مدين وحساب الاجمالي الموردين داين، لان دي مشتريات اجله. لكن المشتريات الناديه داخله مع المدفوعات. بتتكتب مع قيد المدفوعات. ومن اليوميه العامه دي قيد المركزيه دي ارحل للاجماليات، اجمالي عملاء واجمالي ايه؟ موردين. وبعد كده زي ما انتم شايفين السهم العلاقه بين دفتر الاستاذ المساعد ودفتر الاستاذ العام ده خط كده ليه سهمين، سهم فوق وسهم تحت. يبقى دي رقابه بقى هنا رقابه. يعني لازم رصيد اجمالي عملاء ده لازم يساوي الدفتر مجموع ارصده الحسابات الشخصيه للعملاء ككل، ورصيد اجمالي الموردين لابد ان يساوي مجموع ارصده الحسابات الشخصيه للموردين كل على حده. يبقى دي عمليه رقابيه ولا لا؟ عمليه رقابيه. يبقى انا في الحاله دي بحقق حاجتين في نفس الوقت، بحقق توفير الوقت وتوفير تكلفه، وفي نفس الوقت تحقيق ما يسمى باجراءات الرقابه الايه؟ الداخليه. لان اي اختلاف يبقى فيه خطا، يبقى لازم نرجع بقى لايه؟ عشان نعرف اسباب الاختلاف بين رصيد اجمالي العملاء او الموردين ورصيده الحسابات الشخصيه لكل عميل او لكل ايه؟ او لكل مورد. تعالوا نشوفوا مثال كده سريع على المبيعات الاجله ومردوداتها، ولا ينطبق على دول هينطبق على بقيه الايه؟ اليوميات المساعدة الأخرى. فيما يلي بيان بالمبيعات الأجلة التي تمت في دفاتر منشأة المنصور خلال شهر محرم 28. في واحد واحد باعت بضاعة بمبلغ 20,000 ريال على الحساب لأحمد. 5-1 باعت بضاعة بمبلغ 30,000 ريال على الحساب لأنس. في 12-1 باعت بضاعة بمبلغ 50,000 على الحساب لأيوب، وحصلت منه دفعة تحت الحساب قدرها 10,000. يبقى 50,000 دول اللي هم المبيعات، انا بعت ب 50,000 على الحساب، بعد كده حصلنا منه 10,000، يبقى ال 50,000 دي هتتسجل في يوميه المبيعات الاجله، ثم ال 10,000 دي هتتسجل في يوميه المقبوضات كتحصيل من العملاء. 15-1 رد انس
بضاعة قيمتها 5000 ريال لعدم مطابقتها للمواصفات وقابلت المحلات ذلك. يبقى دي تسجل في يومية المردودات. في 18/1 رد أحمد بضاعة وهكذا. طيب المطلوب إيه بقى؟ واحد تسجيل العمليات السابقة في كل من يومية المبيعات العاجلة ويومية مردودات المبيعات. 2 إجراء قيود اليومية المركزية بدفتر اليومية العامة. يبقى عندي يومية مبيعات آجلة لأن كل العمليات دي كلها مبيعات ومردودات مبيعات. يبقى عندي يوميتين، يومية مبيعات آجلة ويومية مردودات إيه؟ مبيعات. وعندي قيود مركزية دفتر اليومية العامة، هم يبقى قيدين، قيد بإجمالي يومية المبيعات وقيد بإجمالي يومية مردودات المبيعات. يبقى أول واحدة في 1/1 باع بضاعة مبلغ 20,000 ريال على الحساب لأحمد. يبقى أجي أنا في يومية المبيعات الأجلة تاريخ 1/1 اسم العميل أحمد 20,000 ريال. مفيش قيد هنا بقى ولا بتاع، أنا بس بسجل بس. أكني بالظبط قلت حساب العميل أحمد مدين وحساب المبيعات داين. يعني معنى كده ان انا في الاستاذ المساعد على طول روح جاي انا فتح حساب لاحمد العميل احمد مدين اجعله مدين بكام؟ ب 20,000. نفس الكلام في 5/1، 5/1 باع بضاعه بمبلغ 30,000 ريال على الحساب لانس. يبقى اجي في انس اكتب يوميه المبيعات الاجله 5/1 انس 30,000. واجي برضو المفروض انا طبعا انا مش عاملها هنا بس يعني بقول لك انا كده ان ممكن اروح جاي فاتح حساب انس واجعله مدين بكام؟ ب 30,000 مبيعات. في 12/1 بعد بضاعه ب 50,000 على الحساب لايوب. يبقى اجي ايوب ب 50,000 في يوميه المبيعات الايه؟ يوميه المبيعات الاجل. مجموع دول كام بقى يا جماعه؟ اللي هو لغاية 12/1 50 و30 و20 يبقى 100,000 ريال. دي اجمالي المبيعات الايه؟ الاجلة. طيب هو واحد يقول لك وحصلت منه على دفعة تحت الحساب قدرها 10,000. ما حاجة من اتنين، يا اما تثبت المبيعات دي اجلة ب 40,000 وتثبت ال 10,000 دي كانها مبيعات نقدية في دفتر يومية المقبوضات، يا اما تثبت المبيعات الاجلة دي ب 50,000 وبعد كده تثبت تحصيل من العملاء ب 10. هم الاثنين سيان، بس الامانة هي اللي بتخليني اختار انه طريقة. هي في النهاية المبيعات هتبقى 50,000 وخلاص، سواء اعتبرت 10,000 دي مبيعات نقدية ولا اعتبرتها تحصيل من العملاء. انت لو اعتبرتها تحصيل مبيعات نقدية يبقى في الحاله دي اللي هيجي هنا في دفتر يوميه المبيعات الاجله 40، وعندك 10,000 مبيعات نقديه في دفتر يوميه المقبوضات كمبيعات نقديه يترتب عليها زياده في النقديه. لكن في حقيقه الامر اللي انا شايفه ان احنا بعنا بضاعه ب 50 على الحساب وبعد كده حصلنا منه 10,000 من تحت الحساب. يبقى دي عمليه مبيعات اجله اول ب 50,000 وبعد كده تم تحصيل كام؟ 10,000 بعد عمليه البيع. يعني هو لو حتى لو ما دفعش ال 10,000 كنا بعنا له ب 50 اوريدي خلاص. يبقى احنا هنا افترضنا ان تم البيع ب 50,000 كمبيعات ايه؟ اجله بالكامل، ثم بعد كده في دفتر يوميه المقبوضات هنحصل كام؟ 10. بس هنا 10 بقى يبقى تحصيل من الايه؟ من العملاء وليست مبيعاتنا دي. يبقى اجمالي المبيعات الاجله 100,000. طيب في 15/1 رد انس بضاعه قيمتها كام؟ 5,000 ريال لعدم مطابقتها للمواصفات وقبلت المحلات بذلك. السياسه بتاعتها سياسات البيع بتقبل وجود مردودات مبيعات. يبقى اجي في يوميه المردودات مبيعات 15/1 نكتب العميل انس 5,000. لما اكتب انا العميل انس كده 5,000 يبقى نبعت نسخه من مستند الرد ده او الاستلام من العميل نبعته للي ماسك دفتر الاستاذ الايه؟ المساعد لانس، يسجل في حساب انس يجعله داين كتخفيض للمديونيه بتاعته بكام؟ ب 5,000، لان احنا كنا بايعين له اساسا بكام؟ ب 30. رد 5,000 يتفضل عليه كام؟ 25.
احنا جعلناه لما بعناه له مع جعلناه مدين في دفتر الاستاذ بتاعه في الحساب بتاع انس ب 30,000 مدين مبيعات. يبقى لازم اجعله داين هنا. داين بكام يا جماعه؟ داين ب 5,000 كمردودات، كمردودات مبيعات. لان احنا قلنا زمان لما اتكلمنا على عمليات البضاعه قلنا ان المبيعات دائنه اما مردوداتها ومسموحتها وخصمها مدين، لانه تعتبر تخفيض في الـ في الـ في الايراد عكس المبيعات تماما. طيب بعد كده في 18/1 رد احمد بضاعه قيمتها 4000 ريال لوجود عيوب بها وقد قبلت المحلات بذلك. يبقى هنا هنسجل في يوميه المردودات احمد 18/1 4000 مردودات مبيعات. يبقى باجي برضو في نفس اللحظه دي بسجل في استاذ المساعد الحساب الشخصي لاحمد كعميل، اجعله داين ب 4000 انقصه ب 4000. بعد كده في 20/1 رد ايوب بضاعه قيمتها 5000 ريال لمخالفتها العينه المرسله اليه والمتفق عليها وقد قبلت المحلات بذلك. يبقى في 20/1 في يومية مردودات المبيعات اكتب ايوب 5000. يبقى اجمالي مردودات المبيعات كام يا جماعه؟ 14000. يبقى في الحاله دي اليوميه العامه هثبت مجموع يوميه المبيعات الاجله ومجموع يوميه مردودات الايه؟ المبيعات. يبقى القيد المركزي، القيد المركزي لاثبات مجموع يوميه المبيعات الاجله حساب اجمالي عملاء مدين ب 100000 وحساب المبيعات داين ب 100000. القيد المركزي واحد بس، لكن انا لو انا ما عملتش القيد المركزي ده وما انا مش شغال في اليوميات المساعده يبقى لازم اعمل كام قيد بقى في المثال المبسط بتاعنا ده؟ ادي 3 قيود في يوميه المبيعات و3 قيود في مردودات المبيعات. انا هنا اكتفيت بس بسته، بقيدين اثنين بس، لكن كان المفروض اعمل 6 قيود على الاقل. طبعا ده مثال مبسط لكن هو اساسا المبيعات والمردودات دي بتحصل بالمئات في الساعه الواحده. طبعا الامر بيتوقف على طبيعه النشاط وحجم العمليات بتاعت كل منشاه على حده. القيد المركزي بقى بيوميه مردودات المبيعات. احنا قلنا زمان ان المبيعات دائنه مردوداتها ومسموحتها وخصمها مدين. يبقى مردودات المبيعات مدين وحساب اجمالي عملاء داين. لان القيد الاولاني ده بيثبت زياده الايراد مبيعات وزياده المطلوبات من العملاء. المديونية على العملاء بتزيد يبقى يرجع المدين لانه اصل. العكس في المردودات. المردودات مدينة لانها تخفيض في الايراد. والاجمالي العملاء دايما لانه تخفيض في الاصل. 14000. معنى كده ان رصيد العملاء كام دلوقتي بعد القيد الثاني ده؟ كانوا عليهم 100000، شلت منهم 4000، 14000 كمردودات، يبقى اتفضل كام يا جماعه؟ 86000. ال 86000 دول المفروض بقى يبقى رصيد الاجمالي عملاء هنا كام؟ 86. يبقى انا لو انا جمعت بقى ارصدت حساباتي الشخصيه لكل عميل لازم يطلعوا 86000. على سبيل المثال تعالوا نشوفوا انس. انس كنا باعين له ب 30 رد 5 يتفضل عليه 25. ادي 25 انس، نكتب كده 25 عشان بس اجمعهم لازم يطلعوا زي ما قلت 86. احمد كنا بايعين له 20 رد 4 يبقى اتفضل 16. يبقى 16 و25 يبقى 16 و25 يبقى 41. 41 وايوب كان 50. 50 شيل منهم 5 يبقى 45. يبقى 45 وعندك 41 وعندك 41 يبقى زي ما قلت 6 وايه؟ ها؟ 41 و45 يبقوا كام؟ 6 و80. اللي انا قلت عليهم الفرق بين ال 100000 وال 14000. يبقى لازم مجموع ارصدة الحسابات الشخصية لكل عميل لازم تساوي مجموع رصيد حساب اجمال عملاء واجمالي وردي. الخلاصة بقى اللي هنسأل فيها ممكن نسأل بهذا الشكل سواء في صورة صحم خطأ او في صورة اختيارات متعددة. لو جبت لك عملية مالية معينة واقول لك تسجل فين؟
اديك انا كذا احتمال في الدفاتر اليومية، تختار انت الاختيار السليم. خليك معايا بقى، ركز معايا. العملية المالية تسديد لأحد الدائنين، تسديد. طالما تسديد يبقى مدفوعات نادية على طول. يبقى يسجل في دفتر اليومية المدفوعات اللي هي يا جماعة النقدية. طالما تسديد، كلمة تحصيل أو تسديد يبقى مقبوضات أو مدفوعات. وتحصيل يبقى مقبوضات، لأن أنا يبقى تحصيل، يبقى الفلوس جاية لي. تسديد يبقى أنت اللي دفعت، يبقى مدفوعات. بيع بضاعة نقداً، يبقى دفتر يومية مقبوضات، لان دي مبيعات نقدية. انت عارف لو مبيعات اجلة يبقى دفتر يومية المبيعات الاجلة. بيع بضاعة نقدا يبقى دفتر يومية المقبوضات. شراء بضاعة نقدا عكسها يبقى مدفوعات نقدية. يبقى المفروض ان هذه العملية تسجل في دفتر يومية المدفوعات النقدية. استلام مبلغ من احد المدينين، تحصيل مبلغ من احد المدينين. استلام مبلغ يبقى تحصيل، يبقى دفتر يومية المقبوضات النقدية. بيع بضاعة بالاجل، بالاجل على الحساب، ما فيهاش، ما استلمتش حاجة نقدية ولا بتاع، يبقى دفتر يومية المبيعات الاجل. شراء اصل ثابت بالاجل، شراء اصل ثابت بالاجل، يبقى دي ملهاش يومية مساعدة اساسا. خلي بالك انا بالنسبة لل الرسمة دي، دفتر يومية دفتر يومية العامة بثبت فيها القيود الاجمالية في نهاية الفترة، قيود اجمالية لليوميات المساعدة دي، وبثبت فيها ايضا اي قيد لاي عمليه ليس لها يوميه مساعده. يعني اللي بيتسجل كمان في اليوميه العامه قيود العمليات التي ليس لها يوميه مساعده، يبقى تثبت فينا يا جماعه في اليوميه العامه. يبقى شراء اصل ثابت بالاجل ملوش يوميه مساعده، مفيش يوميه اسمها شراء اصول ثابته بالاجل، ما فيش. يبقى لا تسجل في اليوميه الايه؟ اليوميه العامه. واي قيود تسويات جرديه بتسجل ايضا في اليوميه العامه، لان مالهاش يوميه مساعده. بيع اصل ثابت نقدا، يبقى بيع اصل ثابت نقدا، يبقى دفتر يوميه المقبوضات النقديه. اي حاجه فيها نقدا يبقى يا اما مقبوضات يا اما مدفوعات. تسويه مصاريف الاستهلاك. قيود تسويه، يبقى قيود تسويه مكانها يوميه عامه. شراء بضاعة بالأجل، شراء بضاعة بالإيه؟ بالأجل، يبقى مكانها شراء بضاعة بالأجل، يبقى مكانها يومية المشتريات الأجل. رد بضاعة سبق شراؤها بالأجل، رد بضاعة يبقى مكانها يومية الإيه؟ مرضات المشتريات، لأن رد بضاعة سبق شراؤها نقدا يبقى لازم تبقى نقدية برضه. طبعا احنا اشترينا نقدا يبقى لازم أرد بضاعة أخد فلوسها نقدا. دي الشكل اللي احنا ممكن نسأل فيها سواء في سورة صح ام خطأ او في سورة اختيارات متعددة بهذا الشكل. فارجو ان نكون في نهاية هذه الحلقة، ارجو ان تكون الاهداف المرجوة منها قد تحققت، والله اسأل التوفيق والسداد لنا جميعا في الدنيا والاخرة. والى حلقة قادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.